نور، يعني بعد هالتقرير اللي كان أكيد وأقاموه ببازار فندق الفور سيزن، رح نحكي بشكل موسع عن بازار أهلا رمضان. صرنا نرحب بضيفتنا السيدة نانسي عجلاني. كيفك نانسي؟ يا هلا، صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي، شو أخبارك؟ ماشي الحال، تمام. يسعد صباحك، وكل سنة وأنتم سالمين. يسعد صباحك والبركة يا رب وعلى كل الناس. إن شاء الله يا رب هيك يكون، هيدا آخر رمضان في وجع على كل الناس لو بنقدر. يمكن إن شاء الله يا رب. خلينا بالبداية، كنا عم نحكي تحت الهواء، نحكي عن البازار قبل ما نحكي مثل التفاصيل. وفي كتير بازارات تقام وفعاليات ونشاطات عنا، يمكن ظروف اقتصادية جدا صعبة. في كتير من البازارات بتكون أسعارها معقولة، في بازارات أسعارها تكون غير مناسبة أساسا لذوي الدخل المحدود. ولما نقول الفور سيزن بيقولوا لك هي للطبقة المخملية، نوعا ما موجه هيدا البازار. خلينا نحكي، كنت عم تقولي لي لا قديش. خلينا دائما، يعني من وقت ما بلشت، يعني تقريبا صار لها القصه من 10 سنين، دائما بحاول اي فعاليه اعملها اي حدا يجي ما يطلع غير مبسوط ومشتري واموره تمام، ما يحس انه والله في مثلا شيء غالي او شيء رخيص. لا، هلا في مثلا، ما بحكيكي ما في شيء رخيص هلا بهالوقت طبعا، بس هلا مثلا في الاعمال اليدويه هي بشكل عام يعني معروفة انه هي بتجي شوي غالية لانه هي تكاليفها غالية. هلا في مثلا الثياب كثير بتلاقي شيء مثلا اسعاره رخيص، شيء معتدل، شيء فعلا غالي. يعني بصير هذا كل مين هو بالنهاية السوق، كل مين بيروح بيلاقي اللي بيناسبه، في لكل الشرائح. هذا اللي بدنا، هذا الهدف تبعي دائما. بيكون مثلا بتلاقي للاطفال، بتلاقي رجالي، بتلاقي نسواني، بتلاقي مثلا للستات الكبار، اسعار متفاوته. في مثلا اعمال يدويه كثير حلوه وكثير مميزه ما حتلاقيها اكيد بالسوق ابدا. فهذا الشيء دائما، يعني هذا هدفنا الاساسي من البازار. حلو نانسي، اهلا رمضان. يمكن نحن مقبلين على شهر البركه والخير وايضا الرحمه، يمكن دائما من خلال هدول البازارات بتسعوا لتقديم شيء احيانا مميز برمضان، يعني مختلف عن باقي البازارات. اول شيء بيكون له طابع رمضاني وعادات وطقوس. نحن دائما بنحطها بالبيت مثل شراشف، خلينا نقول اللي بنحطها على الطاولات، مثل الصحون الضيافه تبع التمر وهالقصص. هدول هلا هدول ايضا حاولتوا يكونوا انه مختلف عن سعر السوق، مميز اكثر. طبعا هلا كثير 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 عاملين يعني اشياء هيك لديكور رمضان بتجنن، كثير مميزه. هلا حتى في اللي بيصنع القصص اللي بالجمله وبيبيع للسوق كله مشارك ومنزل اسعار كثير حلوه. الديكورات، الفوانيس، يعني في موديلات كتير، اسعار مختلفه. بس عن جد يعني هو هذا الشهر في له هيك خصوصيته، عم ننتظره كل سنه. وهي الفعاليه نحن كل سنه عم نعملها ولها هيك لها خصوصيتها، يعني مثل الميلاد، مثل عيد الاضحى، ففي لهم هيك ديكورون لهم شيء. مثل ما قلت، يمكن يعني شهر رمضان المبارك له خصوصيه واحتفالات وطقوس مميزه بدمشق والمحافظات السوريه. خلينا نحكي ايام البازار كم يوم، المشاركين، عدد المشاركين، شو الاشياء اللي تضمنت البازار؟ يعني بشكل عام حكينا البسه، قصص متعلقه برمضان. تمام، هلا هو البازار بلش يوم الخميس من الساعه 4:30 للساعه 9، مستمرين الجمعه واليوم اخر يوم، مستمرين للساعه 9 بالفور سيزن قاعة ليفانت. المشتركين هلا تقريبا شي 80 مشترك، كثير معروضات مختلفة، كثير معروضات عن جد مميزة. كثير ركزنا على زينة رمضان كرمال اللي حابب انه يعمل هيك شيء ديكور لرمضان. في فوانيس، هذول اهم شيء، فوانيس وتمور، وحتى عاملين شغلات بتشجع الاطفال مثلا على الصوم، على هالقصص كثير، التمور، الشوكولا، يعني في كثير شغلات عن جد مميزه الحمد لله. اكيد رح تكون مميزه بايادي سوريه ومشاركات لجمعيات خيريه ايضا كان ومبادرات. اكيد هلا الجمعيات الخيريه معنا جمعيه امل الغد، هن دائما بيشاركوا معنا، جمعيه السنه، اهل الشام، جمعيه حفظ النعمه. اهل الشام كان البازار الماضي تبع عيد الأم بمبادرة، لا ما عندهم هن المنتجات ليبيعوها، هن كان البازار الماضي تحت رعايتهم. نعم. مبادرة أهل الشام، كتير أنا بفتخر فيهم وبفتخر بالشغلي معهم. كتير أعمالهم حلوة، كتير يعني عم كفالة اليتيم، سلة رمضانية، حتى مثلا كفالة المرضى، الأدوية، هالقصص، يعني نشاطاتهم صراحة كتير كتير واسعة، أنا ما فيني أحكي عنها. بس ان شاء الله الله يقوي يعني كل اللي عم القائمين على هالجمعيات، وان شاء الله نكون نحن عم نعطيهم دعم لو صغير على حسب ما بنقدر.
قديش مهمة هي البازارات اليوم لما نحكي مشتركين متعددين بقلب البازار، جمعيات خيرية، نشاطات مختلفة؟ لأنه مثل ما بنعرف يمكن نوعا ما كسر حلقات الوساطة شيء كتير مهم، لأنه لما تاخدي القطعة من المحل ومن بياع الجملة لتوصل لعندك بيكون التكلفة مضاعفة. هون عم يكون في كسر الأسعار عم تحاول يكون، وبنفس الوقت تشغيل الناس، يعني اليد العاملة اللي مزبوط. مش قدران يمكن يبيع بضاعته أو يكون عنده محل، من خلال البازار أنا فيني أعرض بضاعتي، خصوصا إجا جمعيات معروفة فبيكون البازار نوعا ما في إقبال للناس. الحمد لله. هلا لك شو، أنا بتطلع على البازار بقول لهم العالم كلها بتشوف مثلا مشتركين أو طاولات، أنا بشوف عند كل حدا حكاية وكيف بلشوا الشغل وكيف انطلقوا. هلا في كتير عالم مثلا بلشت بمشغل صغير عم تعمل طقم مثلا كنزات، بلش تصميم موديل هلا صارت مثلا عم تعمل وتوزع على السوق كله. فهو بالنسبة لهم البازار عمل لهم انطلاقة كتير كبيرة، وخاصة مثلا اللي ما بيقدر يلتزم بشغل وبمحل تكاليف عالية وكمان التزام بالوقت، يعني مثلا الواحد بده يقعد من الصبح للمساء، هون عم بيلتزم 3 أيام 4 أيام عم بيحقق مثلا إيرادات نفس اللي بده يقعدها بشهر، بس عم بيقدر مثلا يوزع على السوق، عم بيقدر يعمل تصاميم يشتغل، وخاصة للسيدات أو لحتى مثلا طلاب الجامعة اللي عندهم مثلا شيء تاني، التزام عمل تاني أو دراسة. فهو بصراحة يعني أنا بقول لهم المشتركين تبعي هن عم بيكونوا أغلبهم نفسهم بكل بازار، يعني هذا شغلهم. يعني نحن لما نتأخر بالبازار أو نقول يمكن ما نعمله لظرف ما، فهن عن جد بيتأثروا، يعني في حياة كذا شخص مرتبطة فيه فعلا. صحيح، ويمكن فينا نقول انه كثير من الاشخاص بتنطر هدول البازارات لتقدر يكون مصدر رزق لها. في شغلات يدويه يمكن السيدات السوريات نور خلال هالفتره عم نشوف حتى الاكلات اللي عم يعملوها النساء السوريات عم تنعرض ايضا بالبازارات. طبعا المربيات هدول القصص كلياتها عندهم هيك شيء. كثير طبعا، حتى هلا مثلا جمعيه حفظ النعمه كثير عندهم خط انتاج لهي القصص، مثلا الكروشيه، تقومة الصلاة، هدول القصص كلياتهم عم بتكون على ايد سيدات سوريات، هن يعني صار مشروع متكامل عم بيحقق لهم ايرادات كثير منيحة. قديش حلو حتى الاعمال اليدوية، يعني العالم رجعت للاعمال اليدوية. في هلا يمكن الست السورية مو متحيزين الا شوي نحن. الست السورية في عندها فعلا قدرات خصوصا بالاعمال اليدوية، عم تشوفي التطريز سابقا شيء مو معقول، يعني تحسي قبل كيف كانوا مثلا للبيبي هن يطرزوا يشتغلوا، هلا عم تشوفي لا بشكل اكبر واوسع. لا حتى مثلا شوفي انه مو بس صاروا عم بيعتمدوا مثلا هلا الكاسات صار عم بيشتغلوا عليها رسم يدوي، وخصوصي هلا لرمضان وهالقصص قديش حلوه ومميزه، يعني مو اعتمدوا بس انه كل شيء يدوي، عم بيعملوا حتى مثلا لمساتهم على الشغلات تبع اي تمام. هلا حتى مثلا علب للضيافه برمضان مثلا عم بتكون شكل جاهزه، بس هن عم بيعملوا له مثلا احجار كريمه، يعني بيعملوا، فكثير بتحسي في لنا لمساتنا، يعني في لها روح دائما، في لها روح. القطعه دائما اللي بتنشغل بالايد غير اللي مثلا احنا فينا ناخذها دائما من السوق او بتكون مكرره، يعني مزبوط. مكرره نفس يعني الموديل. هو هذا التميز انه انت عم تاخذي قطعه عن جد ما في منها، يعني عم تكون صنعت بالايد وعن جد انت اخذتي قطعه حقها فيها. ومو بس هيك، يعني بتلاقي مثلا عم نحكي مثلا عن تفاصيل رمضان انه الفانوس والزينه، في اشياء مثلا غاليه ومكلفه بس ما فيها شيء مميز. احنا عم نحكي عن البصمة السورية واللمسة السورية، صح، لما يكون عم بتكون كمان تكاليفها ما انا كثير غالية، يعني كمان اللي عم بيشتغل عم بيراعي انه ما يكون السعر كثير انه فظيع ما يقدر حدا يشتري. اهم شيء هلا حتى هلا مثلا عم بخيطوا مثلا ثياب عم بتكون لها بصمة عن جد كثير مميزة، عم بيرسموا عليها، عم بتكون مثلا في لها طريقة انه عم تنعمل قطعة واحدة بس. فكثير في تميز، يعني عن جد انا بحس هلا انا من العالم اللي ما بعرف اشتري بالسوق، ما بعرف اشتري غير من البازار. عودت على شيء مميز، عن جد انه في هون هيك في شيء مميز، يعني غير مثلا تنتقلوا، يعني لما نحكي في مثلا خطوط معينه بالشغل عم يكون فيها تميز كثير كبير من السيدات السوريات ومشتركين دائمين معكم، ما تفكروا تطلعوا برات مش دمشق، عم نحكي سوريا، لانه هي مكلفه يمكن نوعا ما، وفي في مشاكل، بس احيانا بتحسي في تواصل مع المغتربين بتلاقي دائما بيدوروا على الشيء السوري. والله كثير قالوا لي، يعني وخاصه انه الحمد لله انه صار لي مثلا بهالمجال فتره، فبقولوا ليه ما تعملي هوني؟ انه بس بدك تدرسيها كتكلفه سفر، كتكلفه مثلا اكيد ما حيطلع معك كل هالعدد، اكيد ما حي، يعني في كثير لها صعوبه شوي، يعني ان شاء الله بركي اذا تحسنت الاحوال اكثر
اكيد نحن بنعمل هيك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب نانسي توصلوا لكل شيء بدكم اياه ان شاء الله، وبدنا نتمنى لكم التوفيق والصحه لنقدر نحن لسه نقدم اكثر ان شاء الله وننتج اكثر. تحيه لكل المشاركين، وتحيه خاصه للنساء يلي هن السوريات يلي هن ما عندهم معيل ويمكن بيعتمدوا على شغلهم وتعبهم وجهدهم لانه يطلعوا شيء حلو. بدنا نشكرك نانسي ان شاء الله. شكرا كثير لكم، شكرا ناطرينكم اليوم بالبازار للساعة 9 ان شاء الله. اكيد بدنا نتمنى لك التوفيق. وبدنا نتمنى التوفيق لكل السوريات المشاركات معك، وان شاء الله مش بس فقط في سوريا، في الدول العربية وعلى مستوى العالم يكون في بازارات عالمية لكم. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. شكرا.